مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 34 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان ل 23 درجة ونسبة الرطوبة 55%. غدا نهارا رح ترتفع درجات الحرارة، رح تسجل مع ساعات النهار في العاصمة عمان 33، بالليل رح تنخفض ل 23 ورح تكون الأجواء معتدلة. الخميس والجمعة أجواء حارة مع ساعات النهار 34، بالليل رح تنخفض ل 25 ورح تكون الأجواء لطيفة. هلا رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، أجواء معتدلة هاي الليلة، رح تسجل درجات الحرارة في جرش 23، غدا 35، إربد 22، وغدا 35، عجلون 21، وغدا 33. المفرق 20، غدا 36، الزرقاء 23، وغدا 37، وأجواء شديدة الحرارة. مطار ملك علياء 21، غدا 36، السلطوة مادبة 23، وغدا 33، وأجواء صيفية اعتيادية. البحر الميت أجواء حارة نسبيا 30، غدا 42، الكرك 23، غدا 33، طفيلة 22، وغدا 32، معان 24، وغدا 36. مدينة العقبة 29، أجواء مائلة للحرارة، غدا 42، أجواء شديدة الحرارة، رواشد 24، وغدا 40 درجة. ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: طقس لطيف ليلا، أجواء حارة مع ساعات النهار، وارتفاع درجات الحرارة بشكل إضافي خلال الأيام القادمة. هلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم وعودة لك مهند. شكرا من جود.